الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله يكون واضح لكم جميعا أينما كنتم، الاحتكار وفائض المستهلك، monopoly with consumer surplus. ما الذي يحدث الآن لما يسمى فائض المستهلك تحت هيكل الاحتكار؟ الاحتكار هنا المونوبولي يعني هيكل سوق أو ماركت ستركتشر، وأرجو أن يكون الآن واضحا من خلال المعادلات. الآن نفترض بأن دالة الطلب العكسي بنسميها inverse demand function على سلعة المحتكر معطاة بالصيغة الآتي. هذه صيغة الآن inverse demand function، يعني المقصود بالدالة الطلب العكسي أن يكون السعر معطى بدلالة الكمية، أوكي، دالة الطلب. لو عكسنا الآن وضعنا Q محل P و P محل Q، تصبح الآن دالة الطلب عادية، أي أن الكمية المطلوبة والطلب معطى بدلالة السعر. فالآن دالة الطلب العكسية الآن P تساوي 260 ناقص Q، ونفترض كذلك أمر من أجل يعني تسهيل مهمتنا الآن، بأن الكلفة الحدية معطاة بالصيغة الآتي. هذه الآن الكلفة الحدية هي marginal cost تساوي 20 زائد 4 Q. من هنا ننطلق الآن. بهذه الحالة تكون الإيرادات الكلية أو ما يسمى total revenue للمنشأة حاصل ضرب السعر في الكمية P ضرب Q، لكن P معطاة بدلالة Q اللي هو تساوي 260 ناقص Q. إذن هذه تصبح 260 ناقص Q مضروب في Q، أي كما يلي الآن total revenue TR هذه تساوي P مضروبة في Q، وتساوي هذا الآن هو السعر 260 ناقص Q مضروب في Q، وتساوي بالحالة هاي 260 Q ناقص Q تربيع. هذا الآن total revenue. منها نستطيع اشتقاق ما يسمى بالmarginal revenue اللي هو الإيرادات الحدية، تساوي بالحالة هاي مشتقة التوتال revenue بالنسبة للكمية تساوي 260، هنا 260 تلف هاي واحد صحيح ناقص 2، هاي تصبح المعامل في 2 Q. إذن هاي المارجن revenue. الآن شرط تعظيم الأرباح الذي تعلمناه في مبادئ الاقتصاد الجزئي هو بأن تكون الآن الإيرادات الحدية margin revenue مساوية للتكاليف الحدية اللي هي المارجنال كوست. كل وحدة إنتاج إضافية تضيف إلى الإيرادات هي مارجنال ريفينيو، وكل وحدة إنتاج إضافية تضيف أو تضيف إلى التكاليف الكلية بتكون مارجنال كوست. الآن هذه عوضنا عن المارجنال ريفينيو يساوي 260 ناقص 2 كيو هذه، والمارجنال كوست يساوي 20 زائد 4 كيو هنا. الآن من حل هذه القيم نطلع بالحالة هاي 6 كيو تساوي 240، إذن كيو اللي هي الكمية التي ينتجها المحتكر تساوي 240 قسم على 6 ويساوي 40. إذن كيو ستار تساوي 40 هي الكمية الفضلة التي يجب على المحتكر أن ينتجها حتى يعظم أرباحه. لكن بناء على هذه الكمية ما هو السعر الآن؟ نقوم الآن بتعويض هذا السعر هنا، لاحظوا لي، فيصبح الآن P تساوي 260 ناقص 40 إذن 220. هنا ما يعني الآن P تساوي 260 ناقص 40 تساوي 220. هلأ دعنا نمثل كل هذه الأشياء بيانيا. هنا على المحور الأفقي الكميات المنتجة، على المحور العمودي البرايس طبعا، وأشياء أخرى بما فيها المارجن ريفينيو والمارجن كوست والأشياء هاي. فإذا هنا هذا الديماند 260، يعني هنا الآن عندما تكون الكمية Q تساوي صفر فبكون برايس يساوي 260 هنا. فالآن هذا هو الديماند كيرف. المارجن ريفينيو بكون أسرع بالهبوط نحو الأشياء اللي يعني بنحو الصفر، فالمارجن ريفينيو يساوي 260 صحيح لكن ناقص 2 كيو، بالتالي الآن هنا ناقص كيو، هنا ناقص 2 كيو، بالتالي بتسارع. إذن هذا هو المارجن ريفينيو. الآن نتخيل المارجن كوست على شكل خط مستقيم بالحالة هاي من أجل التسهيل والتهوين والتوضيح، تساوي 20 زائد 4 كيو. فإذا بطلع عندي من هنا هذه 20 إذا كانت كمية صفر، 4 كيو، وبالتالي الآن هذا هو المارجنال كوست. فتقاطع المارجنال ريفينيو هذا الأزرق السميك مع المارجنال كوست اللي هو هذا البني الفاتح مارجنال كوست بيحدد للكمية الواجب على المنشأة أن تنتجها وهي 40 وحدة، والسعر كما ذكرنا هنا يكون 220. إذن الأرباح لاحظوا لي ممكن أن أشتق الأرباح، لكن التوتال ريفينيو يساوي 220 ضرب 40
يعني كل الآن كل وحدة تباع ب 220، لو ضربنا الآن التوتال أخذنا السعر في الكمية بكون عندي التوتال ريفينيو. التوتال كوست بقدر الآن هذه أعيدها تصبح الآن 220 كيو زائد 4 كيو تربيع، تساوي 2 كيو تربيع، ومنعوض الآن حتى نشتق التوتال كوست، لكن هذا ليس هدفنا بهذه المسألة، فقط أريد أن أشرح الاحتكار فائض المستهلك. نكمل الآن، لاحظوا الآن فائض المستهلك ماذا؟ بناء على أن السعر يساوي 260 ناقص 40 يساوي 20، الآن تصبح المسألة كما يلي. لاحظوا لي أرجو الانتباه هنا، هذا كيو على المحور الأفقي، برايس والمارجنال كوست، مارجنال كيو على المحور العمودي، هاي الديماند كيرف، هنا طبعا 260، هذه 260 مارجنال ريفينيو، بنطلق 260 ويأخذ بالانحدار المتسارع أسرع من الديماند كيرف نفسه، وهنا الآن المارجنال كوست هو هذه النقطة، الآن نقطة 40 هنا. لاحظوا الآن ما الذي يحدث، لو كنا الآن في منشأة تنافسية تامة لكان التقاطع بين المارجنال كوست هنا والديماند هنا، لأنه بيكون السعر لو أنه منشأة تتبع الهيكل التنافسي التام بيكون هنا الآن الكمية والسعر أقل، لكن لأننا نتحدث عن محتكر وبالتالي الآن ما الذي حدث، إذا أخذنا عند هذه النقطة هنا هذا الخط المستقيم إلى الأعلى سأبين بعد قليل بكون فائض المستهلك، لكن عندما الآن المنشأة فرضت سعر مقداره 220 على الكمية 40 فإن فائض المستهلك تقلص إلى هذه المنطقة. من ماذا الآن؟ هاي الآن فائض المستهلك ماذا يساوي؟ نصف القاعدة اللي هي نصف في 40 ضرب 20، الفرق بين 260 و20 تساوي بالحالة هاي 40، 40 ضرب 20 اللي هي نصف القاعدة تساوي 400، إذن هذه تساوي 400. لاحظوا نصف القاعدة 20 هذه ضرب الفرق بين 260 و240 اللي هي 40 تساوي 400، إذن فائض المستهلك 400. لكن أصلا لاحظوا لي لو كان بمنشأة تنافسية تامة بكون يعني كأنما انخفض فائض المستهلك بمقدار هذا المثلث وهذا المستطيل، يعني هذه المنطقة وهذه المنطقة، بيكون خسارة ما يسمى بفائض المستهلك من هذا المثلث الكبير هنا إلى فقط هذا المثلث الأصفر. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبة الطلبة حيثما كنتم، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.